الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيدنا رسول الله. اللهم ارزُقنا يا رب محبَّته، اللهم ارزُقنا محبَّته، اللهم ارزُقنا محبَّته، وارزُقنا شفاعته، واسقنا بيدي رسول الله يا ربي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب، وأزل الهم عن المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بخاتمة خير يا ربي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربي من فضلك علما يا أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحديث بإذن الله تعالى موصولاً بإذن الله بحوله وقوله وطوله في كتاب الشمائل، شمائل حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مخلوق وأعظم مخلوق قاطبة، قال: هو أنا سيد ولد آدم. والحديث عن رسول الله سوف يكون موصولاً إلى يوم القيامة، يتحدث الناس عن رسول الله. ولكن يا إخوتي، يوم أن ترون رسول الله في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا به، تقول: والله كأننا ما سمعنا عنك شيء يا رسول الله، صليتم على النبي محمد. بمعنى أيها الإخوة، لن يستطيع إنسان مهما أوتي من البلاغة والفصاحة والعلم أن يوفي رسول الله حقه. كيف يوفون من قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ كيف يوفون حق من قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صليتم على رسول الله، وشاورهم يا رب، اجمعنا مع رسول الله. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله في الشعر. لا، مرة ثانية، ركز. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله في الشعر. الشعر، هل قال رسول الله الشعر؟ هل تمثل رسول الله بقول الشعر؟ صليتم على رسول الله. وما حكم الشرع في الشعر، في الشعر أيها الإخوة الأكارم؟ وأقسام الشعراء، صليتم على رسول الله؟ بين المدح والذم، صليتم على رسول الله بأبي وأمي صلوات الله عليه. تعال نمشي خطوة بخطوة، صليتم على رسول الله. فما هو الشعر أولا؟ هل صليتم على رسول الله؟ قال أهل العلم أيها الإخوة الأكارم أن الشعر كشأن سائر الكلام. الشعر هو كلام، ويأخذ نفس حكم أي كلام. كلام موزون مقفى، يعني مقفى له أوزان حتى تعرف بأوزان الإيه؟ الشعر. كانوا يداعبوننا ويقولون: إخواني، بيت الله هو من صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت هو لا من حجر ولا من مدر ولا من سطح ولا من بيوت وبيت. كنا نقول: أي بيت هذا؟ تاريخ بيت الإيه؟ بيت الشعر، صليتم على رسول الله. ما هو إلا كلام مقفى موزون. ما هو يا إخواني؟ وما حكمه؟ قالوا: حكمه يا إخواني فما كان منه حسنا في ألفاظه ومعانيه فهو حسن وطيب. يبقى الشعر يا إخواني لو كانت ألفاظه ومعانيه حسنة فهو حسن وطيب ومقبول، زي أي كلام. الكلام الطيب حكمه حسن وطيب. طب والكلام القبيح حكمه خبيث وحرام وقبيح، صليتم على رسول الله. والاستماع إليه نفس الحال. إذا كنت ما تستمع لشعر طيب يا إخواني في الله في معناه وفي ألفاظه، صليتم على رسول الله، فالاستماع إليه حلال. طب حكم النشيد به كذلك حلال، ما دام أنه حسن في ألفاظه حسن في معانيه. طب إيه معنى حسن في معانيه حسن في ألفاظه؟ أي بمعنى حبيب أخي في الله بعد الصلاة على رسول الله، أن يكون حلال من ناحية الشرع، ألا يكون كلاما بذيئا، ألا يكون فيه إزاء، ألا يكون يا إخواني في الله أن تهجو إنسان. أربعة: ألا يسير المشاعر، ألا يكون يدعو إلى غريزة، ألا يدعو يا إخواني في الله إلى سيء الأخلاق. صليتم على رسول الله،
في تلك الحالة يسمع وينشد ويمدح بعد الصلاة على سيدنا رسول الله. بل جاء في عند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد أن حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال رسول الله: الشعر، هذا هو الحكم، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه حسن، حسنه حسن، وقبيحه كقبيح الكلام. صدق سيدنا النبي، خلصت الموضوع. بل يمدح النبي ويقول بعد الصلاة على رسول الله عن أبي بن كعب، شوف الحتة اللي جاية دي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بن كعب أن رسول الله قال: صل على رسول الله. عايزين الليلة دي ليلة الصلاة على سيدنا النبي محمد. اسمع، قال أي رسول الله قال: إن من الشعر لحكمة. قد يتكلم الإنسان بكلمة يا إخواني أو ببيت من الشعر كله حكم، ويدفعك إلى مكارم الأخلاق بعد الصلاة على رسول الله. أنواعه، أنواع الشعر بعد الصلاة على رسول الله. لا أتكلم عن الشعر الغنائي، الشعر الجاهلية، الشعر مش عارف إيه، لا، أتكلم على حسب قول الشاعر، الشاعر يقصد إيه؟ صل بنا على رسول الله. قالوا: فالشعر أنواع بحسب وجهة الشاعر، الشاعر، فمنه ما هو قائم على الحق، هو الشعر قائم على الحق وعلى الهدى، ومنه ما هو قائم على الزندقة والبدع يا إخوان في الله، وعلى الكلام السفيه الذي يكرهه الله ويكرهه رسوله. النقطة التي بعدها: هل تكلم رسول الله، ركز يا حبيبي إبراهيم، هل تكلم رسول الله بالشعر؟ الإجابة قولا واحدا: لا. هل قال النبي الشعر؟ لا. هل ألف النبي شعرا؟ لا. مع أنه هو أفصح مخلوق، هو قالها علانية، وقيل عنه أنه أفضل من نطق بالضاد رسول الله، يعني الضاد باللغة الإيه؟ العربية يا إخواني. الصحابة كانوا عرب ويستفهمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلمات عربية، ولشدة فصاحتها يسأل الصحابة يقول: يا رسول الله، ما معنى كذا؟ صليتم على رسول الله بأبي وأمي صلوات الله عليه، ومع ذلك ما تكلم بالشعر. الدليل، ركز، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يبقى السؤال بسيط: قال رسول الله الشعر؟ قال يعني من عنديات نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كأبيات الشعر يعني، كمثل أحمد شوقي رحمه الله، سبحان الله يا إخواني، رجد سبحان الذي قد ألهمه وأعطاه ما لم يعطي غيره. صليتم على رسول الله، لما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الهدى فالكائنات كل الكائنات، صليتم على رسول الله، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسما، وإيه والثناء، الزمان الدنيا كلها بدأ تمدح في رسول الله. ولأجل ذلك سمي فعلا، هو من حقه أن يقال عنه بأنه أمير الشعراء. صليتم على رسول الله، ويقول: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت حبيبي، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت، ينهر أبيض، والله تحس القلب يرتجف يا إخواني، كأنك خلقت كما تشاء. ده اسم الشعر، له قافية وله بداية وله نهاية. سيدنا النبي قال شعرا؟ الإجابة لا. الدليل: وما علمناه الشعر، لا، اسمع اللي جاية، وما ينبغي له، وما ينبغي لرسول الله أن يتكلم بالشعر، لأن ما من شاعر إلا ويقع تحت النقد بالدال، ينقض في شعره، هذه القافية، هذه الحركة، هذه السكنة، هذه كذا، لكن رسول الله من الذي يستطيع أن ينقضه؟ أبداً، حبيبنا المصطفى. وما ينبغي له، يعني هو أعلى من مقام أن يكون شاعراً. صليتم على رسول الله، لأن الإخوان في الله، لأجل ذلك، لجمال كلام رسول الله ولحلاوة منطق رسول الله، ماذا فعل الكفار مع رسول الله؟ ماذا فعلوا؟ قالوا إنه لشاعر. شاعر يا عم، صليتم على رسول الله، فربنا يرد ويقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هو أعلى من موضوع أن يكون شاعر. وبعدين لما اتهموه فقالوا: يا إخواني وما هو بقول شاعر، قليلا
ما تؤمنون؟ صليتم على رسول الله؟ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. سورة الحاقة، صليتم على رسول الله؟ فما ينبغي. ترى النقطة الثالثة، هل رسول الله تمثل بالشعر؟ يعني يتمثل، يعني قال كلام للشعراء؟ نعم، ورب الكعبة قالها النبي محمد، كان يرتجل في بعض الأحوال بشعر عبد الله بن رواحة. شعر مين؟ عبد الله بن رواحة. ولكن أعطونا ملمح جميل جدا يا إخوان، قلت لكم هذا كنز من كنوز العلم، كتاب الإمام الشمائل النبي. قال ولكنه كان إذا تكلم بالشعر لشاعر، اسمع، كان قد يقدم كلمة ويؤخر كلمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي دلالة للسامع أن هذا ليس بشعري. صليتم على رسول الله؟ بأبي أمي. لكن تكلم، أي نعم تكلم. النقطة الرابعة، هل لرسول الله شعراء؟ أي والله العظيم، قال سيدنا محمد بن سيرين شعراء النبي حسان بن ثابت. اوعى اوعى وشك، ومش عارف معناها كلمة اوعى وشك دي، بس اوعى وشك. صليتم على رسول الله؟ حسان بن ثابت يا إخواني موال كبير، موال. أجزم لكم جزما أكيدا بدون شك، مش دون شك، ما سمعت حديثا أبدا أبدا، ولا حضراتكم، سامحوني إن أنا بتكلم على لسانكم، أن لحسان له موقف في الجهاد بالسيف. عمرك سمعت عن سيدنا حسان بن ثابت أنه كان يقاتل؟ لكن كان يقاتل من نوع فريد في هذا الموضوع، هو ايه اللي احنا بنقول فرويد، فريد من نوعه يا اخواني. وصل الحال بسيدنا حسان بن ثابت، كان له منبرا اي كرسيا في مسجد رسول الله بامر النبي، يقول اصنعوا لحسان كرسي يجلس فيه المسجد النبوي. يعمل ايه؟ قالوا كان يفاخر برسول الله، كان حسان بن ثابت ينافح عن رسول الله، يفاخر يعني يذكر صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن عرض رسول الله وعن نسب رسول الله وعن صدق رسول الله وعن أمانة النبي. يترجم حياة النبي في حوالي 20-30-40 بيت، ويقول لهم هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. صليتم على رسول الله؟ قال له يوما النبي صلى الله عليه وسلم حسان. نعم. قال نعم يا رسول الله. قال عليك بهم ومعك روح القدس، حتى جبريل مؤيد ليك، وسوف تسمع الآن من الأحاديث. يبقى شعراء النبي ثلاثة، حسان بن ثابت، احفظوهم يا إخوتي بعد الصلاة على رسول الله، عبد الله بن رواحة. الله الله الله، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يا نهار أبيض، كلام سيدنا عبد الله بن رواحة ده موال يا إخوان. صليتم على رسول الله؟ وإن شاء الله ممكن بعد سنة من خلص الكتاب ده إن شاء الله نتكلم عن شعراء النبي بالتفصيل إن شاء الله، بس صلوا بنا على النبي محمد. اسمع، البطل الثالث أبي بن كعب، وإذا تحدث أبي فلتسمع. الشاهد، هل النبي محمد تمثل يعني تكلم بقول الشعراء؟ نعم يا إخواني. أول حديث في الباب، في باب كلام النبي في الشعر، حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام عن شريح عن أبي عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. اسمع، قالت قيل لها، السيدة عائشة بتقول لنا إخواني قيل لها هل كان النبي يتمثل بالشعر؟ قلنا يتمثل يعني إيه؟ يعني يتكلم بكلام الشعراء، ممكن يستشهد ببعض كلام الشعراء. قالت اسمع، قالت كان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة. كان ساعات سيدنا النبي يقول إيه؟ كلام مين؟ شعر مين؟ سيدنا عبد الله بن رواحة. ويتمثل بقوله، اسمع اللي جاية دي، ويأتيك بالأخبار ما لم تتزودي، ده بيت شعر ده أو شق من بيت، ويأتيك بالأخبار ما لم تتزودي. وكان النبي يقول هذا يعني شطر هذا البيت
كان لما يكون منتظر حاجة كده واحد يسأله ويقول له يا أخي يأتيك من الأخبار ما لم تتزودي، يعني ما لم يكن عندك علم به حيديك خبر دلوقتي. صليتم على رسول الله، وفي مثل حلو جميل جدا يعني، صليتم على رسول الله، قيل أن المثل ده باكستاني والله أعلم، يعني أنا سمعت من واحد باكستاني يعني بيقول المثل ده شيخ تبعنا، اللي قال لك إيه، إذا لم يأتي خبر فخير، صح ولا غلط؟ إذا لم يأتي خبر، إيرك في الحتة دي، إذا لم يأتي خبر فخيرا إن شاء الله. أنت مستني أي حاجة وموصلكش خبر تقول إيه، خير ولا شر؟ يا بالمثل صحيح، وإحنا بنقوله بالدارج، فلان جاء، لا والله ما جاش، طب إن شاء الله خير بإذن الله، صلي بينا على رسول الله. الشاهد في هذا الحديث أثبتوا لنا بأن النبي محمد ها كان يقول الشعر، وأتوا بشطر هذا البيت مع أنه هو ليس من كلام عبد الله بن رواحة، البيت ده يا إخواني ليس لعبد الله بن رواحة، قالوا إما أن عبد الرحمن عبد الله بن رواحة أضاف البيت إلى بعض أشعاره، صليتم على رسول الله بأبي أمي صلوات الله عليه، أما أصل الشعر أصل هذا البيت أو شطر هذا البيت اللي هو ويأتيك من الأخبار ما لم تتزودي، أصل البيت كله يا إخواني ويأتيك بإخواني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تتزودي، صليتم على رسول الله. قالوا أن هذا البيت يا إخواني معلقة طرف ابن العبد رضي الله من الشعراء الثقال يا إخواني، صليتم على رسول الله، أي يأتيك الأخبار التي تنتظرها. المهم الشاهد أن سيدنا النبي ارتجل بهذا البيت ولم يكن من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده بعد الصلاة على رسول الله، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله عبد الملك ابن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. خلاص تعال شوف أبو هريرة هجيب لنا حاجة جديدة كمان عن رسول الله، وهو الآن سوف يمدح بيتا من الشعر، سيدنا النبي سوف يمدح بيتا من الشعر، اسمع، مع أن صاحب هذا البيت ليس بمسلم، مات على الكفر ومدح النبي محمد، يعطينا دلالة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إيه اعدلوا هو أقرب للتقوى، واحد أنت ما بتحبوش خالص ما بتحبوش لكن قال قولة حق تأخذها منا ولا لا، ولا تقول عشان أنا بكرهك، لا، سيدنا النبي سوف يمدح الآن قوله لشاعر، بل قال عنها النبي محمد أفضل ما تكلم به شاعر على الإطلاق، الكلمة اللي جاي دي هتسمعها، بس صلى على سيدنا رسول الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة، ركز أخوي، إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ده شاعر عملاق اسمه لبيد، صليتم على رسول الله، يا رب اجمعنا مع رسول الله. ماذا قال لبيد؟ قال ألا كل شيء ما خلا الله باطلا، ألا كل شيء ما خلا الله باطلا، أي حاجة بدون الله فهي، كل عمل يعمل لغير وجه الله، ها صليتم على رسول الله، يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله، يا رب اجمعنا مع الحبيب المصطفى يا رب. ألا كل شيء ما خلا الله باطلا، عايز يقول لك إما أن يكون أي عمل لم يكن يا إخواني في الله الوجه فيه إلى الله فهو عمل لوش أي قيمة، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب البيت اللي بعده يا إخواني في الله، وكل نعيم في إيه إلى إلى إلى, إلى زائل، نفس البيت برضك يعني بيتكلم على أن أي عمل بدون الله فهو عمل باطل ولا قيمة فيه، وفي حديث لذلك سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا ليس على أمرنا فهو إيه فهو راد، صليتم على رسول الله، أي عمل تعمله لغير وجه الله، ودي اللي تعبنا احنا نفسيا لما تعمل مصنوع، تعمل كده أخويا في الله تسدل لإنسان معروف، أسدلت الواحد معروف
كان في ورطه وعملت وقفت معاه صليت مع رسول الله. ايوه واحد قال لك استاذن منك 2000 جنيه 3000 جنيه وكان في ورطه وكان في مشكله وبسببك قد خرج. لفت الدنيا وزي ما بقول الدنيا ايه دواره يا معلم. صليت مع رسول الله فقير يصبح غنيا وغنيا يصبح فقيرا. صليت مع رسول الله فقير غني وغني فقير مريض صحيح صحيح غني. صليت مع المهم وتلك الايام نداولها بين الناس. انسان اسدلت اليه معروفا ثم وقفت انت واحتجت اليه صليت مع رسول الله فجاء الرد على غير ما ترغب جاء الرد بالرفض تقولي انت او طبائع البشر بيقولوا ايه. صليت مع رسول الله شفت ياخد الواحد كذا وكذا وكذا وعملت معاه ووقفت معاه وسويت ورحت وجيت وشفت لما احتجته. اعلم اذا قلت ذلك وسألت وركنت إلى موضوعك الأول إنك أنت وقفت معاه اعلم أنك هذا العمل ما قبل ربما وما كان أصلا لوجه الله إنما كان أصلا لوجه صاحبك ده وإنت بتطلب منه الأمر. لأجل ذلك يوم القيامة يقول الملك كل من عمل عملا لغير وجهي فليطلبه الآن من غيري. ده إمتى؟ يوم القيامة يا معلم. يبقى انت بتربي اولادك مش عشان الواد ينفع ولا ينفعش امتثالا لامر الله رب العالمين عشان ما تضيعش وعمرك يضيع في الرجلين. يبقى طعامك لولدك واهتمامك به لابد ان يكون اولا لايه لوجه الله. زي ما سألنا زمان واحنا في كتب كتاب انت هتتجوز ليه يا فلان؟ قال لك والله عيب عليك السؤال ده يا عم الشيخ. طب ده كلام انا قلت له عجب قول له عيب عليك والله السؤال ده يا عم انا بسألك انت هتتجوز ليه؟ قل لله اقتداء برسول الله سنة النبي محمد. الإجابة بسيطة لكن انت بيعشش في دماغك حاجة تانية. انا بسألك انت هتتجوز ليه؟ والله عيب يا عم الشيخ وعمل لي كده بدماغه. يا عم عايزين نتعلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله يا اخواني. خروجي رايح جاي أكل شرابي نومي كله لله. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني سيدنا النبي يمدح فيقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. وهذا يثبتون يا إخواني بعد الصلاة على رسول الله. آخر الحديث ده يا إخواني في كلمة غريبة جدا يقولها النبي وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. اللي هو الشاعر ده لبيد ده كاد أن يسلم. أمية ابن أبي الصلت إخواني اللي هو قايل بيت الشعر اللي انت سمعته دلوقتي ده ألا وأن كل شيء ما خلا الله باطلا. الراجل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك إن الراجل ده لما تسمعه هو بيتكلم عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجزاء وعن الحساب تظن بأن هذا الرجل إيه؟ مسلم. أمية إخواني ابن أبي الصلت ده موالي كبير جدا حضر بعثة النبي محمد وكان على دراية بالتوحيد الخالص لله صليتم على رسول الله وكانت أشعاره في ذات الله وعن اليوم الآخر صليتم على رسول الله. شهد النبي ولكن لم يوفق أن يؤمن برسول الله. قصة طويلة جدا فيه. قيل أنه يا إخواني في الله التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تعال أنا وأنت نتقابل وأتي بمن معك وآتي بمن معي أنا حجب ناس وانت هات ناس. فالتقى هو والنبي محمد اسمه يا إخواننا أمية ابن أبي الصلت. مرة ثانية أمية ابن أبي الصلت اجتمع هو والنبي محمد. هو يا إخواني الشاعر الله الله سبحان الذي أبدع صليت مع رسول الله شاعر يا إخواني في الله من شعراء العرب. النبي مدحه أصدق كلمة قالها شاعر. فالتقى هو والنبي محمد فأخذ يتكلم هو بالشعر المرصن يا إخواني في الله الموزون المقفى بكل فصاحة. ثم بعد تمايل الناس وهو يتكلم يا إخواني كالبحر بس فتح فمه كده بس والشعر ينزل ورا بعضين بدون خطأ.
لا في إخواني في الله لا خطأ في اللغة العربية ولا في البلاغة ولا في الفصاح، ما فيش. بدأ الناس يا إخواني يرتجفون أمامه لقوة شعره، ثم قال يا محمد إيتي بمن عندك، هات اللي عندك. يعمل سيدنا النبي، فإذا برسول الله وإذا تكلم النبي فالحجر يسمع، والله الحجر يسمع إذا تكلم المصطفى. فماذا فعل النبي؟ هل يبادل بالشعر؟ قلنا أن النبي ما تكلم بالشعر. طب يأخذ شعر حسان؟ أبدا، إنما يأتي بما هو أفضل وأعظم كلام عرف. فإذا برسول الله يرتل له سورة ياسين، ينهار أبيض. تخيل سيدنا النبي يقرأ القرآن. احنا لسه قلنا يا إخواني يدوب الواحد قلبه لما يكون مع نفسه كده ويفرغ الدنيا كده ويطلعها من دماغه. عارف انت وانا واخويا ليه ما بستمتعش بالقرآن؟ لان ده مشغول، مشغول هنا يا إخواني، مشغول يا إخواني. ضربت انا مثلا لأولادي ونحن ناكل يوما، قلت يا أولادي بعد الأكلة دي الحمد لله من فضل الله كانت فول وبدنجال ومش عارف ايه وبطاطس وتحبيشة حلوة جميلة، استمتعنا وأكلنا بفضل الله. قلت يا أولادي بعد الصلاة على رسول الله، جميل إخواني، قلت لو جانا بعد كده حمام يا رب يعيدنا إن شاء الله، ده كله بيقول أمين. صليتم على رسول الله؟ أو لحم ضاني، اللهم قرب بيننا، صليتم على رسول الله؟ خلاص وصل الأكل ده بعد ما أكلنا، ماذا نفعل؟ واحد من رد من أولادي زي رد إبراهيم كده بالضبط، حناكل تاني برضك، صح إخواني؟ بس مستحيل أن يكون أكلا للاستمتاع أبدا أبدا. ما خلاص امتلأت المعدة وشبعت. أكل اللي عايز يقول عم أكل واحد مفطوس، يعني تعمل كده وتلك في بقك ومش عارف وتنقنق، خلاص مش هتستفيد، خلاص مش هتستفيد. كذلك ما الذي حال بيننا وبين القرآن؟ لقد انشغلت قلوبنا بأمور دنيئة، أمور الدنيا، مشغول القلب قد قال. عشان كده الملك لما تكلم عن القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب، مش قفل يا شيخ عبد الله، ده أقفال يا أخوانا، قفل بتاع الزوجة وقفل بتاع الأولاد وقفل بتاع الشغل وقفل مش عارف إيه وقفل. هتسمع يا معلم، صليتم على رسول الله؟ مش قالها ربنا زي ما احنا سمعناه؟ جميل اخواني. الشاهد بعد الصلاة على سيدنا رسول الله، يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا برسول الله يرتل سورة ياسين، يا اخوتي روح النهاردة كده وجهز نفسك وتوضى وصلى ركعتين وقعد كده مع نفسك، قول استأذن من امرأتك ولا بعد اذنك انا هاخد ساعة مع ربي، مش ساعة يعني، خليها نص ساعة وربع ساعة، وجهز كده التليفون وكون البطارية مشحونة، وتروح كده ملابس لك السماعة دي اخويا اذا قدرت، اذا كان عندك سماعة او اي حاجة، واسمع المنشاوي وهو يقرأ ويرتل سورة ياسين، واسمعه هو يتجلى يا اخواني في الله يتكلم بكلام ربنا تبارك وتعالى. ولما يدخل على اصحاب الجنة، ان اصحاب الجنة ينهار أبيض في شغل فاكهون هم وأزواجهم، ينهار أبيض. واسمعوا لما يدخل على المقطع الأخير بتاع الصورة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي، قل يحييها الملك، يحييها هو، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من يحيي العظام وهي رميم، رميم رميم يعني ايه؟ يعني عظام بالية تفتتت. صلي بينا على رسول الله. فبدأ النبي يرتل من قول ياسين والقرآن، وهو بيتكلم عن نفسه دلوقتي، ياسين، ياسين مش من أسماء النبي عشان ما حدش يلف عاك حتتي، ياسين والقرآن الحكيم إنك، أيوة أنت 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 اللي بتتكلم يا سيدنا النبي، إنك لمن المرسلين. وخلي بالك على صراط، أنت على صراط مستقيم. بدأ أمية بن الصلت
يضع يده على ركبتيه ثم يتمايل ثم يقال: يا محمد والله إنك لعلى حق. ثم انصرف وعزم عزما أكيدا أن يسلم، كان هيسلم. فهاجر النبي محمد وذهب إلى المدينة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة، كانت معركة بدر، وقتل فيها يا إخواني عدد. فهو خرج من مكة عشان يروح يهاجر، فوصلت إليه الأخبار بأن النبي محمد كانت بينه وبين قريش معركة اسمها معركة بدر، وقتل فيها عدد من القرشيين، فقالوا له: لقد قتل فلان قريبك وفلان قريبك وفلان. الزن على ودانه، فإذا به يقول: والله لن أسلم بك يا محمد ما بقيت. ثم عاش فترة من الزمان ومات على الكفر. صليتم على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اسمع، طيب عشان كده سيدنا النبي ختم الحديث ده يا إخواني، قال: وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. كان خلاص طالع عشان يأسلم، فقالوا له: الحد أنت، إيه فلان وفلان قريبك مات، فإيه حمية وعصبية لقومه، فإيه فرد الإسلام. الحديث الثالث أيها الإخوة الأكارم: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال. شوف الحتة اللي جاية دي، سيدنا النبي ماشي في الشارع، عشان تفهم معي الكلمتين الجايين دول، فإذا بأصبعه يضرب بحجر وهو ماشي. ما احنا قلنا إن حذاء سيدنا النبي، شفت انت هو ما كنتش معانا في حذاء النبي، حذاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره زي الحذاء أبو صباع، بس ليه حتتين، ليه ايه فتحتين. حذاء سيدنا النبي صليتم على رسول الله اللي هو نعل سيدنا النبي، واحنا قلنا حتى قالوا فيها شعرا: ونعله الكريمات المصونة. ينهار ابيض، ونعله ها الكريمات المصونة، طوبى لمن مسى بها جبينا. صليتم على رسول الله. نعل سيدنا النبي، فسيدنا النبي ماشي في الشارع والنعل بتاعه اصابعه مكشوفه، فاذا برسول الله يضرب بحجر ومعدي. لما تحصل لك الكعبلة دي وانت معدي في الشارع، ماذا انت قائل؟ ايه بتعمل بالله عليك؟ المفروض تقول ايه؟ الا احنا بنقول ايه؟ سيبك المفروض يتقال ايه؟ انت معدي في البيت ماشي والانتريه ولا السرير وحضر، يا خيان الله يخ، خلاص الباقي معروف. يقول سيدنا جندب بن سفيان، يقول البجلي، يقول: أصاب حجر أصبع رسول الله. لما يقول أصبع رسول الله يبقى يقصد به أصابع الإيه؟ القدم. اسمع، عارف سيدنا النبي عامل إيه يا إخواني؟ طبعا حمد الله، ولكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب يعني أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فدميت، نزل منها دم لقوة ما قوة الحجر أو الضربة وهو ماشي صلى الله عليه وسلم. عايز يعطيك إن النبي ده بشر ولا مش بشر؟ ما هو بشره زي ما أنت بيحصل معاكو، لكنه يوحى إليه لأنه سيد ولد آدم، ليس بشر نقول أنه مثلنا زي أي واحد، لا أستغفر الله، بشر اصطفاه الله واختاره بالوحي للوحي. اسمع النبي لما ضرب الحجر قدمه ماذا قال؟ قال: هل أنت إلا أصبع دميتي، هل أنت إلا أصبع، ها هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. إيه الشغل ده يا إخواني؟ هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أي النبي صلى الله عليه وسلم ارتجل بهذا البيت أيها الإخوة الأكارم وهو يتكلم، يثبتون بأن رسول الله تكلم بإيه؟ بالشعر. صل بينا على سيدنا رسول الله. الأمر الثالث حديث محمد بن بشار، حديث يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان الثوري أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب. كل حديث يا إخوتي يزيد لنا معنى من المعاني، صح ولا غلط؟
كلنا احنا وانا ماشيين هو. هذا هو الحديث الثالث اللي نتكلم عنه. يعطيك اول واحد بيتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل تكلم بالشعر؟ تكلم، بس مش بشعره، بشعر حسان، بشعر سيدنا عبد الله ابن رواحة. الحديث الثاني يقول لك النبي وهو معدي استشهد لما خبطه حجر او وقع عليه حجر، قال ما انت الا اصبع يعني دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هنا حيقول لك حديث حلو جميل جدا، حاجة في غاية الجمال. حيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يا إخواني إن رآه السامع يقول شعرا. ما هو؟ يحدثون عن غزوة كانت في العام الثامن من الهجرة، ألا وهي غزوة حنين. غزوة حنين يا إخوتي خرج الصحابة رضوان الله عليهم وبدأت المعركة وكان عددهم ما شاء الله، فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا تلك الكلمة، وبسبب تلك الكلمة كاد الصحابة أن يهزموا عشان كلمة، ولكن لولا لطف الله بهم عادت المعركة وانتصر فيها الصحابة، ولكن زلزلوا زلزالا عظيما وأصيب منهم من أصاب. ماذا قال الصحابة هم طالعين؟ كان عددهم ما شاء الله، فقالوا لن نغلب اليوم من إيه؟ من قلة، ما فيش حد إيه؟ النهاردة احنا هنغلب كل الناس، لن نغلب اليوم من إيه؟ من قلة. فذكر الله لنا قوله وذكر لنا القصة فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ها فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم صليتم على رسول الله. صح يا أخوانا، الصحابة في تلك المعركة ضاقت بهم الدنيا، لأن المشركين يا إخواني قد وفقوا أن يصنعوا كمائن لرسول الله، لأن حنين يا إخواني كانت بين مداخل ومخارج وعملهم يا إخواني فوق الجبال وألقوا عليهم حجارة من أعلى، وبدأ الصحابة يتفككون وكل بيجري من بعضه ولولا لطف الله رب العالمين. كيف اجتمعوا؟ اجتمعوا بكلمة قالها النبي، هتسمعها الآن، بس صلي على سيدنا رسول الله. امشي معي في الحديث عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله في معركته؟ في معركة ايه؟ حنين. ركز، بيسأل سيدنا البراء يا براء أفررتم عن رسول الله يا أبا عمير؟ انتوا فررتم؟ سيدنا النبي كان قاعد في المعركة ده مش كان موجود؟ كان موجود وهو القائد صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث. صليتم على سيدنا النبي؟ فهنا بيتكلم الراجل انتوا فريتوا من رسول الله. شوف عظمة سيدنا البراء، بيقول لهم لا 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 خلوا بالكم، شوف حبهم لرسول الله بما بدأ الكلام. ما قالوش لا والله احنا فينا ناس فرت وناس ما فرتش، لا لا، اول ما فكر فيه سيدنا البراء ان يبرئ النبي محمد، لان النبي ما تحرك من مكانه، ما جرى النبي ولا هر ولا ابدا، انما قال له البراء قال فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ولى ابدا، والله ما رجع ولا جري صلى الله عليه وسلم، ولكن سرعان الناس تلقتهم هوزان بالايه ايه يعني المعركه، بيقول والله مجموعه من الشباب حصل بينهم الرعب وقعدوا يجروا، اما النبي محمد ايه اما النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، وابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب اخذ بلجامها، ورسول الله يقول ادي الشاهد، ورسول الله ايه يقول، والناس كلها بتجري من الصحابة، قال لهم أنا النبي لا كذب. مركز ليه؟ عايز يذكرهم ايه؟ لو فررتم أنا منصور المنصور، لأن ناصر النبي هو مين؟ هو الله. فقال لهم تلك الكلمة، بكى الصحابة وهو على بغلته، والبغلة يا إخواني بطيئة، صح ولا غلط؟ البغلة نفسها بطيئة ليست كالفرس، يعني الموقف موقف يا إخواني في الله يعني مهيب وشديد، والنبي محمد قد يدرك وقد يقتل، ولكن الحافظ لرسول الله هو الله. فقال النبي على بغلته ويقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب، صليتم على رسوله. فبدأ الصحابة يعودون مرة لما سمعوا النبي محمد ووفقوا، وعادت الكرة وانتصر أصحاب النبي. الشاهد فيها إيه؟ الشاهد يا إخواني أن سيدنا النبي إيه؟ أنه قال الشعر صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا رب اجمعنا مع رسول الله. الحديث الذي بعده
سيدنا النبي لما دخل مكة في عمرة القضاء دخله وهو يرتجل بالشعر والصحابة معه. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله عز وجل خير سيدنا النبي وهو لابس ملابس الإحرام ومعه ما يقرب من إيه إخواني في الله، صليتم على رسول الله بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير من الصحابة ويدخلون مكة، صليتم على رسول الله، كيف دخلوها؟ هنا هجيب لك دليل على أن النبي محمد كان يسمع الشعر، وسماع النبي بدون رفضه يعد سنة اسمها سنة إيه؟ تقريرية، يعني النبي أقره. أي معنى سنة تقريرية؟ أمر يفعل أمام النبي إذا وافق عليه النبي أصبح إيه؟ سنة، اسمها سنة إيه؟ تقريرية، يعني أقره النبي، لأن النبي لا يقر إيه؟ باطلاً أبداً، إنما كل ما يقره النبي إيه؟ حق. تعال شوف الموقف وسيدنا عمر هيعمل إيه؟ داخلين ما شاء الله مكة يا إخوان لابسين ملابس الإحرام، أسأل الله ألا يحرمنا منها في كل عام يا رب، صليتم على رسولنا، وهم داخلين بفضل الله بدأ عبد الله بن رواحة ماشي قدام سيدنا النبي ويرتجل بالكلام ده، مش عارف الناس اللي بتسمع أغاني يا إخواني في الله كيف يسمعون يا إخواني في الله، وما الأغاني التي يسمعونها يا إخوان؟ كلها دربكة. وأنا قلت لك ركبت مع واحد يا إخواني توك توك من أول ما ركبت لغاية ما نزلت وشغال ديب 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 بصوت عالي فعلاً، فقلت له أخويا بالله عليك وطي شوي، قال لي حاضر وعمل لك حاضر، أنا مش عارف إذا كان صاحي معي ولا نايم بس مش مشكلة، المهم قال لي إيه حاضر عم الشيخ. راح جيت قبل ما أنزل كده 20 متر قلت له أخويا، قلت له نعم، قلت له هو بيقول إيه؟ قال لي والله ما عارف. قلت له بس أنا حاسس نفسك أنت مندمج يعني، قال له والله ما عارف. قلت له أنت مش عارف أنك أنت لا مندمج ولا مش مندمج ولا عارف بيقول إيه؟ قال والله هو بيخبط وخلاص إحنا عايشين كل خبيط يا عم الشيخ. قلت له الله، كنت عايز أقول له الله يزيدك خبيط يعني، صليتم على رسول الله. الشاهد بعد صلى الله على سيدنا رسول الله دخل يا إخواننا، تعال شوف يا إخواني، أدي يا إخواننا الشعر الذي يسمع، أدي يا إخواني حتى لو عايز تروح نفسك تسمع حاجة أستغفر الله غير القرآن، ولكن والله لو طابت القلوب يا إخواني ونظفت القلوب ما استطعت أن تسمع غير القرآن يا إخواني، لا تقول لي أغنية حساسة ولا غير حساسة، وربنا يكفينا شر الحساسية، صليت وعزو. أقول لك أصلا كان هذا سميع قديم يا ابني، أنا من الجيل ليه جيل كوكب كذا وكوكب الشرق وكوكب الغرب، طب ما تخليك في الكوكب الذي لا يغيب ألا وهو القرآن الكريم يا أخي، اسمع القرآن يا أخي نظف قلبك يا أخي، اوعى تعيش وانت مصر على المواضيع دي، تقول لأصلك أنا معلش سميع قديم أنا تبع فلان وفلان وفلان، ويذكر لك من الجماعة القدامى دول. طب أنا عايزك تسمع مش المغني، المنشد الشاعر، شاعر سيدنا النبي حسان بن ثابت، وأقول إيه خلوا بني الكفار عن سبيله، وهو داخل بسيدنا النبي والمشركين شايفين سيدنا النبي، وسيدنا عبد الله قد أوتي يا أخوالي جمال في الصوت وفي العزوبة في الألفاظ، وهو يقول يا إخوان تخيل أنك تسمعه يعني مش تسمعه من صوت واحد يعني نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، هتقول إيه خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقاله عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. إيه الشغل ده يا إخواني؟ ده عايز ترجمة ده يا إخواني؟ ده عربي الكلام ده؟ والله عربي. طب اسمعوا مرة تانية، خلوا بني الكفار، بكلم المشركين، اوعى يا ابني اوعى، وسع الطريق وسع، خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. يعني معنى قول لهم يا جماعة خلوا يلا افسحوا الطريق لسيدنا النبي معدي، صليتم على رسول الله، اليوم نضربكم على تنزيله، فاكرين ضربا بالإيه؟ باللسان، ضربا يزيل الهام يعني الهام اللي هي الرقبة عن موضعها مقيله اللي هو الكتف، ويزهل الخليل يدهش الخليل حتى عقله يطير من شدة ما يرى، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله عليه. أيها الإخوة الأكارم، يختم الرجل يا إخواني هذا الباب بحديثين. الحديث الأول، قد يتكلم الإنسان عن ماضيه وتضحك تقول لواحد صاحبك كنت قاعد في المسجد فاكر لما جينا المنطقة دي جديد يا معلم
اسكت الله يا اخي، الله ما يرجعها الايام دي يا اخي. وتضحك انت هو تقول يا راجل ده الواحد كان الصبح ياكل فول والظهر فول فول والعصر فول والمغرب فول 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 يديك فول، صليت مع رسول الله وتضحك انت وصاحبك على الايام دي. فاكر لما سافرنا سوا؟ فاكر لما رحنا نشتغل عند الراجل صليت مع رسول الله؟ هذكر لكم موقف حلو يعني. بس رسول الصعيده 99% بتوع قينا خاصه يعني يحب يروح نيجي من المعهد، والدك يقول لك روح جيب ايه، روح اكرمكم الله جيب جلوح. عارفين الجلوح؟ انتوا بتسموه الزعزعه دي، شفت اللي هي العود القصب اللي من فوق دي اسمها ايه؟ مش عارف سميتوها زعزوع انت، مش عارف. المهم الصعيده بيقولوا عليها يا اخواننا في الله الصعيده، يا تروح جيب لنا جلوح. جيب جلوح للايه؟ يعني بتروح بتكسر القصب بالطوريه، لازم تاخد معاك كل واحد يروح كده، تنزل في الغيط يا عم عايز شويه جلوح، يقول لك طب اكسر يلا، ويتنظف القصب وياخدوه على الايه؟ على مصنع السكر. المهم رحنا اربعه، ما فيش حد بايه بيكسر لحد، اللي هو معاك ايه اسمها الفأس، اللي احنا نقول على الفأس بس اسمها الطورية عند الصعيدة. فلازم تاخد الطورية بتاعتك، طورية صغيرة كده، وتقطع بيها القصب دب 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 خلاص، وتكوم لك شوية وتروح تنظفهم وتاخد الايه الجلوح وتمشي. اول ما دخلنا صليت مع رسول الله، الراجل اول ما شافنا وكان في فصل السهر 8، الله 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 الله، جزا الله إخواننا الصعيدة كل خير على صبرهم. والله جهنم فعلا حرارة لا تطاق، والكلام ده حوالي الساعة 1 الظهر. صليت مع رسول الله، أول ما شافنا الراجل فرح جدا لأنه لازم يخلص مقطورة قصب، قال تعالوا تعالوا يا ابني تعالوا تعالوا، فرحان يلا كسروا بقى أنت يلا. فإحنا بصينا إحنا الأربعة هو واقف قدامنا، قال ما تروح حرك يا ابني، انه والله بصراحة ما فيش واحد معانا ولا واحد في معانا طورية. الراجل سمع الكلمة دي يا اخواني اتغاظ غيظة ما تخيلهاش، قال طب والله العظيم ما فيكم واحد يعمل حاجة، وان شاء الله حتى من ودي العربية يلا يا دو مسك لك عود قصب يلا امشي والله، واجري يا معلم اجري اجري. احنا اربعة دلوقتي، فينا ناس شغالة في البترول وفي ناس شغالة محامين وناس دكاترة دلوقتي بفضل الله، يعني لما نتقابل في اي موسم يا اخوان نقول فاكر ايام ما رحنا للراجل وكان هيجري. فالمهم تتذكر من الماضي ما تضحك عليه ما يوم ما حدث فلان، الراجل ايوه يا اخويا انت هو ما الجايين يا اخويا انت فاكر نفسكم جايين الديوان بتاع المركز يلا والله ما تاخدوا ولا حاجة. الشاهد سيدنا النبي قاعد والصحابة على جنب، فبدأ الصحابة يتحدثون عن الماضي أيام ما كانوا في مكة، أيام ما كانوا يصنعوا الإله، وأول ما الواحد يجوع منهم يعمل إيه؟ يروح واكله يصنعوه من العجوة. أيوة يا إخواني يروح صنعين إله من العجوة كده وحلو، ويروح يعمل له الحركتين دول يا إخوان، وبعد كده والله معلش أنا آسف حاصبر عليك شوية ورتك، صليتهم على رسول الله خلاص شد عليه جوع، يروح معلش الإله بتاعي عاد. يقول جلس أن إيه سيدنا حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك عن شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي، والله كلمة تخلع الصدر اللي جاية دي، جالست النبي محمد أكثر من 100 مرة. أنا قعدت مع سيدنا النبي كم مرة؟ 100 مرة. وكان أصحابه يتناشدون، يتناشدون يعني يقولون الشعر، يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية. اسمع، وهو ساكت وربما مبتسم. الصحابة هم قاعدين قاعد يقولوا أبيات من الشعر، هم يتكلموا على كذا ويتكلموا على بيت فلان، بس ليس فيه اسم، ليس فيه تجريح ولا أعراض، والنبي ينظر وإيه ويبتسم صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمع ويقر هذه الأمور، وهذا من باب تواضع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يختم الرجل الباب بحديث يا إخواني يثبت لنا أن الشاعر إذا اتقى الله فيما يقول ويكون شعر شعرا هدافا يأمر بالمعروف وينهى عن منكر ويدفع إلى مكارم الأخلاق يحمد عند الله رب العالمين، فيظهر لنا النبي محمد يقول حدثنا إسماعيل ابن موسى الفرزي وعن علي بن حجر
والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، في المنبر يعني كرسي، يقوم عليه قائما، يروح واقف على الايه، على الكرسي، يفاخر عن رسول الله. يعمل ايه مهمته؟ يعمل ايه؟ يفاخر عن رسول الله، اي يذكر صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او ينافح عن رسول الله. يفاخر او ينافح، ينافع يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم: صليتم على رسول الله، ويقول النبي محمد، اسمع، ان الله يؤيد، اسمع اسمع، ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عنا. ما دام النبي دافع عننا بالشعر بتاعنا، الله ايده مين يا اخواني؟ ايده بروح القدس. ومعنى كلمة روح القدس أي المنزل بالوحي، والوحي ما هو إلا حياة لإيه؟ وروح للقلب، صليتوا على سلم. والقدس يعني منزه وله مكانة عند الله رب العالمين. وبهنا نكون قد انتهينا بفضل الله من باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. نسأل الله رب العالمين، رب العرش العظيم، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الصادق الأمين، وأن يغفر لنا أجمعين، فهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. والله العظيم أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.